شديد كده. احنا شرحنا في الفيديو اللي فات القوانين بالراحه ودردشنا شويه عن الهولو بلوك وعيبها ومميزاتها واستخدامها وشروطها في التنفيذ والكلام ده كله. الجزء اللي باقي بس الفيديو الثالث في الوان واي ده ان انا هبدا اتكلم عن مثال كده بس يعني اكنك انت دي بلاطه عندك وما هتقابلنا كتير كمان في الشغل. ممكن تبقى لاقي عندك مجلس 5 في 6 6 في 7 5 في 7 بلاطات جنب بعض وغرفة نوم 5 في 7 وجنبها مجلس 6 في 7 ايا كان. بمعنى ان انا ممكن يبقى عندي في المخطط حاجة بالشكل ده وتبقى دي بلاطة 5 ودي بلاطة 6 تمام والطول ده يبقى 7. هشكل الرسم بس ايه تعبان شوية بس الواحد اصلا عشان بس تثبيت الموبايل فالواحد محكوم هو اصلا شغال بايده. فانا عندي بلاطة باكية 5 في 7 وبلاطة تانية 6 في 7 تمام. انا هقول ان الاف يلد اللي انا هشتغل بيها باينة 420 ميجا باسكال او نيوتن على المليمتر المربع والاف سي يو اللي انا هشتغل بيها هي 35 ميجا باسكال وان اللايف لود هو منشأ سكني فهيبقى ب2 من 10 طن على المتر المربع. هشتغل وحدات بالطن على المتر والفلور كفر اللي عندك هو 15 من 100 طن على المتر المربع. انا اول حاجة عايز احسب سمك البلاطة دي. البلاطة دي دلوقتي عندي 6 و5 فلو انا عايز احسب طبعا للطول الكبير الاول للطول الكبير اللي هو 6 فلو جيت خدت السيستم بتاع 6 هلاقيه ان هو مستمر من جهة واحدة دي 6 ودي 5 فراح اقول ان التي بتساوي ال على 23 ال اللي هنا دي ب6 يعني الكلام ده يطلع معاك 26.8 من 100 يعني هيساوي بالتقريب 27 سنتي وال27 دي هقسمها لحاجتين هقسمها لاتش بلوك هستخدم اتش بلوك بارتفاع 20 سنتي وهستخدم بلاطة سوليد فوقه 7 سنتي تمام عشان يبقى الموضوع يبقى سهل في الصب من 7 ل8 سنتي 5 سنتي دي هتبقى صعبة اوي انك تعرف تصبها. في نفس الوقت يبقى انا كده عرفت ان الدي هتساوي التي ناقص 40 ملي يعني الكلام ده بيساوي 270 ناقص 40 يعني الدي اللي معايا هي 230 ملي متر ده كده الدي تمام. دي كده اول خطوة ان انا ازاي احسب السماكة. قلنا ان التاني خطوة معانا هي بتبقى الاحمال على العصب الدبليو ريب اللي عندك هيساوي قلنا ان الدبليو ريب بيساوي بتفتح قوس كده 1 و4 التي سلابة مضروبة في قمة كونكريت زائد الفلور كفر زائد 1 و6 اللايف لود الكلام ده كان بيبقى مضروب في اريا زائد الجاما كونكريت مضروبة في البي ريب عرض العصب في الاتش ريب ارتفاع البلوك اللي عندك مضروبة في ال ريب بتاعك طول العصب زائد الدبليو بلوك اللي انا بستخدمه مضروب في عدد البلوكات. الكلام ده لما اجي احوله الارقام هيساوي 1 و4 مضروبة في التي اس اللي عندك هي 7 من 100 متر مضروبة في 2.5 جاما كونكريت زائد الفلور كفر ب15 من 100 الكلام ده مجموع عليه 1 و6 في اللايف لود ب2 من 10 مضروب في الاريا الاريا دي اللي هي 1 متر في الاس قلنا احنا بناخد شريحة متر في اس تمام. الكلام ده كله شرحناه في الفيديو اللي فات بس انا دلوقتي بديك مثال بالارقام عشان يبقى الموضوع برضو مختصر والفيديو ده ميبقاش طويل. متر في اس قلت ان الاس دي هتساوي الاي زائد البي البي هنا معانا ب 100 ملي والاي اللي عندك قلنا ان هي بتبقى في معظم الشغل العملي بناخدها بتبقى 400 او الستاندرد الموجود عندك في الموقع يعني بتلاقيه 400 فهنضرب هنا في نص لان هي 500 ملي فتضرب في نص متر تمام. انا طبعا شغال بوحداتي طن ومتر بجمع عليه 1 و4 مضروبة في الجاما كونكريت ب2.5 مضروبة في البي ريب ب1 من 10 متر مضروبة في الاتش ريب ب2 من 10 زائد 1 و4 ده كان 1 و4 وده 1 و4 عشان تحول المعادلة الالتيميت 1 و4 البلوكة اللي عندك وزنها 10 كيلو مقسومة على 1000 عشان احولها لطن وبروح اضرب في عدد البلوكات اللي هو متر على الايه الايه عندك ب20 يعني 100 على 20 تديك 5 بلوكات وقلنا برضو حسبتها جت ازاي في الفيديو اللي فات. هلاقي ان الكلام ده كله لما اجي اجمعه هتلاقي طالع معايا ب53 من 100 طن على الشريحة اللي انا شغال فيها متر في اس 1 متر في اس.
طيب ده دلوقتي الدبليو ريب اللي على العصب، لو انا مستخدم بلوك مثلا من البلوكات الاحمر دي. لو انا بقى في امكان انا اللي احدد، انا بحب ان انا اشتغل بالفلين، لان الفلين ساعتها بيكون مهمل الوزن، فالترم ده بيروح معاك، فتلاقي ان هنا المومنت الدبليو ريب اللي عندك هتبقى طالعه ب46 من 100 طن على الشريحة اللي عندك متر في اس. تمام، ده الفرق بين انك لو اشتغلتها ببلوك احمر ولو اشتغلتها بفلين. الفلين بيبقى خفيف جدا مهمل الوزن، فانت لو عايز تساعد نفسك انك تخفف الاحمال على السقف، فبالتالي تخفف التسليح ويبقى الموضوع اقتصادي. بس الملك لو ما عندوش مشكله في موضوع الفلين، لان زي ما قلت لك في بعض الملاك يقول لك لا الفلين قابل للاشتعال، الفلين بيتكسر اثناء الاستخدام، الفلين في مشكله في القياس لازم 2 سنتي عشان تعرف تقيس من الشبك تحته، بيبقى فيه حوارات كده. فهو لو هيعمل مثلا جبس معلق مش فارق معاه بقى موضوع الحريق والكلام ده، والجبس المعلق هيعمله فمش فارق معاه موضوع التخفيق، ساعتها انت ممكن تشتغل على طول بالفلين بالتنسيق مع المالك، وده هيكون احسن اقتصاديا ليا، لانك انت هتقدر تخفف الاحمال فبالتالي هتخفف التسليح. يبقى انا خلاص هنشتغل دلوقتي على ان ال دبليو ريب اللي معايا هي 46 من 100 طن على الشريحة اللي عندي اللي هي متر في اس. طيب جميل، هروح اخد بعد كده الشريحة عشان ارسم العزوم اللي عندي بالشكل ده، طلع معايا بالشكل ده نتيجة ان هي دي توقيع العزوم بتاعها، ده 6 ده 5 ده 46 من 100. تحلها بالثري مومنت ايكويشن، تدخلها برنامج الساب اللي انت عايزه اعمله، هتلاقي هنا المومنت الموجب ب7 من 10، هنا ب1 و3، هنا العزم السالب ب1 و8، طبعا الطن متر الوحدات اللي انا شغال بيها. ولو عايز احسب الشير هلاقي طالع معايا بالشكل ده، ده جاي كده وده جاي كده، الرقم اللي هنا ده ب1 و1، الرقم اللي هنا ده ب1.76، والرقم ده ب1.5، والرقم ده ب8 من 10، وده الشير فورس دايجرام خلاص، وده البندنج مومنت. طبعا برضو الوحدات اللي عندك هنا بالطن، وده طن متر. فلما يبقى معايا قطاع زي ده هلاقي ان انا عندي هاخد سكشن هنا وهاخد سكشن هنا وهاخد سكشن هنا. جميل، فهسمي ان السكشن ده هو سكشن 1، والسكشن ده سكشن 2، والسكشن ده سكشن 3. يبقى انا دلوقتي لما اجي اشتغل هقول ان دي بتساوي C1 جذر M ultimate على ال FCU في ال B. حلو، انا شغال عند سكشن 1، فانا هقول دي ب230، ودي حسبناه ال C1 ده المجهول اللي انا عايز اجيبه. ال M ultimate اللي عندك هتبقى ب1.3، وهضربها في 10 أس 7 لانها هي بالطن متر، وانا عايز احولها لنيوتن بالملي متر. تمام، ال FCU اللي عندك هي 35، والبي اللي عندك هي عرض الشريحة S اللي هي 500. هتلاقي ال C1 طالعة من هنا ب8.4، اللي هي اكبر اصلا من 4.85، مش موجود الا اكبر من اكبر قيمة في الجدول للسي، فهتاخد الجي باكبر قيمة اللي هي ب8.26. تمام، هروح احسب من هنا التسليح هيساوي ال M ultimate على ال F yield في ال G في D. ال M ultimate ب1.3 في 10 أس 7، ال F yield 420، ال G ب8.26، والدبس اللي عندك ب230. هتلاقي ان هنا الرقم ده طالع 163 ملي متر مربع. لو رحت قسمت على قطر 12 اللي هي مساحته 113، هيطلع معاك يوز 2 قطر 12. يبقى انا العصب اللي في البحر 6 متر ده هيبقى تسليحه 2.12. انت بقى بالنظر ممكن ده 1.3 ده 7 من 10، اكيد ان التسليح اللي هنا ده يعني هيطلع اقل من ده، ممكن يبقى 2.10 كمان، بس يعني في التنفيذ ممكن تاخد الاتنين دول يبقى ايه، يبقى ده 2.12 وده 2.12، يبقى اسهل للحداد حتى لما يجي يرص التسليح، بحيث ياخدهم كلهم، ده 6 وده 5 11 متر، فياخدهم كلهم سيخ واحد مثلا، يبقى اسهل ليا يعني. بس ده كتنفيذ يعني.
ما رحناش بعيد يعني، مش قطر 16 مثلا وده قطر 10، لا هما ده 10 ده 12، فهتلاقي الاتنين قريبين من بعض يعني، ففرقهم في الطن حاجات بسيطة يعني، فممكن تشتغل بده عادي مفيش مشكلة. بس برضه خلينا نشتغل السكشن 2-2 ده اللي هو عنده العزم السالب ب1.8، ده أكبر عزم عندهم. هنروح نقول إن دي بتساوي C1 جذر الإم ألتيميت ب1.8 في 10^7 على الـ FCU ب35 في الـ B ب500. هتلاقي إن C1 طلع هنا 7/17، يعني الجي تطلع معاك ب8.26، يعني تروح تحسب التسليح ب1.8 × 10^7 على الاف يلد 420 مضروبة في الجي ب8.26 مضروبة في الدي ب230، هتلاقي الرقم اللي طالع هنا هو ب226 ملي متر مربع. لو رحت قسمته على قطر 12 اللي هو مساحة بتاعت القطر ال 12 113، لو مش عارف من لو مش حافظها القانون بتاعها باي دي تربيع على 4، او اضرب 3 × 14 من 100 في 12 تربيع على 4 هيديك الرقم ده، هتلاقيها ان انت عندك يوز 2 قطر 12. سيكشن 3 لما تيجي تحسبه هتلاقيه طلع لك ان التسليح اللي عندك 2 قطر 10. سيكشن 3 ده 2 10، ده 2 12، وده علو 2 12. انا كمهندس بقى مثلا كتنفيذ وعارف الشغل في الموقع او اللوحه هتطلع تتنفذ ازاي، يعني انا عارف العمال هيشتغلوا بيه، مثلا المنطقه اللي انا شغال فيها مش شغالين امريكي، شغالين تسليح مكثح، فانا لما اجي احط في الجدول لو انا عندي بالشكل ده كده دي كانت الخمسه ودي السته، هروح اقول ان دي R1 وان دي برضه هسميها R1، وفي التسليح احط ان دي سيخ سفلي عدل 12 وسيخ مكسح 1 12، وده سيخ سفلي عدل ممكن تحطه 10 ممكن تحطه 12 مش فارق كتير معانا، بس المهم انك تحط المكسح بتاعه هيبقى 12، بحيث لما ده يتكسح 1 12 وده يكسح 1 12 يبقى انا عندي جاي من الباكية الشمال قطر 12 سيخ، ومن الباكية اليمين جاي سيخ 12، يبقى انا ينتج عندي عند المنطقة دي الاتنين 12 اللي انا ايه عايزه. ده لو انا شغال حديد مكسح مثلا الظروف اللي انا شغال فيها دلوقتي. لو مش شغال كده وشغال امريكي هيبقى ده مثلا R1 وده R1، او ده R1 وده R2، ساعتها مش هيبقى فارق معاك قوي انك تستخدم الاتنين مع بعض، يعني ممكن ده يبقى R2 وده يبقى R1، تحط ده 2 10 سفلي واتنين مثلا 10 علو تعليق كانات او ايا كان، وتحط ده 2 12 سفلي و2 10 مثلا تعليق كانات، وتيجي عند المنطقة دي ترسم بقى 2 12 اضافي، يا اما تكتبها في الجدول اضافي عند السبورت 2 12، بحيث يبقى انت برضو ايه يعني حسب انت اللوحة عندك بتسمها ازاي، هل بتكتبها في الجدول هل بتحطها على البلام، يعني حسب ما انت شغال بقى. بس المهم في الاخر انك توصل للي هينفذ ان التسليح فوق الركيزة ده 2 12 عشان يقاوم العزم السالب اللي هو 1.8. لكن لو شغال مكسح زي ما قلت لك ادي للاتنين نفس العصب وخليه 2 12، 1 12 عدل 1 12 مكسح، والتاني يبقى زي 1 12 عدل 1 12 مكسح، بحيث لما يجي يشتغل في التنفيذ يحط السيخ ايه هيبني معاه مثلا 11 متر بتاع، هيبقى مفيش مشكله يرميه بكله يعني. المتر اللي بقى دي ممكن تروح معاك بقى جزء يمين جزء شمال في الصوره بارت بتاع، هتلاقي الدنيا مشت معاك يعني اسهل للحداد في التنفيذ. بس ده كده بالنسبه لجزئيه التصميم بتاع السكاشن. الخطوه الاخيره انا خلاص انا صممت العصب وعرفت التسليح بتاعه ايه وعرفت هحطه ازاي ومين هيقاوم مين والكلام ده كله، ولو انت مكسح او امريكي. انا دلوقتي بقى اللي باقي لي ان انا هي الفكره، بس ان كل مكتب بيبقى ليه او كل منطقه ليها ديزاين في الشغل، يعني ده في ناس ممكن تحط على اللوحه الاضافي، لا ممكن تحطها في جدول، في بيشتغل امريكي وفي بيشتغل اضافي علوي واضافي سفلي، في اللي هو بيشتغل تسليحات مكسح اللي هو سيخ عدل وسيخ مكسح، يعني شوف انت شغال بأي نظام. المهم في الاخر تبقى انت فاهم ان فوق الركيزه ده 2 12 هنا مثلا في السفلي عايز 2 12، هناك مثلا 2 10 كافيه، فلو زودت بقى 2 12 مش فارقه، 1 10 او 1 12 مش فارقه، المهم ان يبقى انت عارف المومنت بكام والتسليح اللي يشيله بعد كده قد ايه، توصلها له بقى للمنطقه اللي انت شغال فيها بدماغك فيها، ما فيش حد هيحكمك فيها يعني حسب السيستم اللي انت شغال بيه. الحاجه الاخيره بس اللي معايا اللي تشيك سوليد بارت، تمام ان انا قاعد اشيك على التشيك سوليد بورد. اول حاجه اروح احسبها هي الام ريزيستنس،
هشوف الام القطاعي ده النيجاتيف مومنت اللي هي كانت موجوده اللي هي كانت 1.8، هل هي اكبر من الام ريزيستنس ولا اقل؟ هنشوف. هنقول ان الار ماكسيمم مضروبه في الاف سي يو على جاما سي مضروبه في البي في الدي تربيع، الار ماكسيمم طالعه ب1.84 مضروبه في الاف سي يو 35 على جاما كونكريت ب1.5، البي اللي عندك بمية، الدي كانت ب230 تربيع، هلاقي ان الرقم ده طالع ب2.27 طن متر. شوف الام ريزيستنس هنا طلعت كام، طلعت 2.2، وانت عندك العزم السالب كام، 1.8. ده معناه ايه؟ معناه ان القطاع ده محتاج مينيمم سوليد بارت، مش هروح احسبه، هيطلع معاك ب25 سم انها شغال مينيمم. بس ما تاخدش القرار ده الا لما تشيك على الشير كمان. فتعالى نحسب الشير كده. قلنا ان الكيو ار هتساوي الشير الاستريس بتاع الشير في حاله الخرسانه انكراكت مضروب في البي في الدي، قلنا ده استريس في اريا يديك الفورس، فده كان قانونه 16/100 جذر الاف سي يو على جاما سي مضروبه في البي في الدي ب230، اف سي يو ب35 والجاما كونكريت ب1.5. هتلاقي ان الكيو ار هنا طالعه ب1.87 طن، كانت اكبر من الشير. لو انت كان فاكر الشير كان طالع ب1.67، فهتلاقي ان الشير هنا اكبر من ده. فانت ساعتها نفس الكلام، محتاج مينيمم سوليد بارت اللي هو حوالي 25 سم. اللي انا عايز الفت انتباهك ليه من المثال ده حاجه بسيطه جدا، ان المثال اللي فات هو نفس الابعاد ونفس كل حاجه، بس انا عملت هنا حاجه. اول حاجه قللت الحمله، ان انا استخدمت في اللين بدل البلوك، فالحمل بتاع العصب الدبليو ريب قل معايا. تاني حاجه ان انا عليت اجهاد الخرسانه، بدل ما كنت هشتغل بخرسانه 25 اشتغلت بخرسانه 35. تاني حاجه ان انا دي قلت معايا 2 سم، طبعا بتفرق معاك ال 2 سم دي في الحسابات. الحديد اللي معايا هو 420. كل الكلام ده لما انا استخدمته، ده في الطبيعي اصلا، ده الطبيعي انك هتبقى شغال بيه، هتلاقي خرسانة عندك 35 وهتلاقي ان الحديد 420، وان التي بتاعت البلاطة بتبقى 7 سم، فبدل ما هتبقى مش 5 سم، فبدل ما كانت التي ب25 لا التي كانت ب27، ومنها الدي بقت بواحد ب23 مش 21 زي المثال اللي فات. فكل الكلام ده تلاقي ان انت عندك السوليد بارت بقى 25 سم، في حين ان المثال ده اخوه في الشرح الفيديو اللي قبل ده كانت السوليد بارت طالع معاك ب1 متر، يعني 100 سم. فانا هنا عملت ايه؟ انا هنا قللت القطاع، قللت الجزء السوليد الخرسانه. انت متخيل؟ يعني انا دلوقتي عرفت اقلل في، طب انا استفدت ايه لما قللت الجزء السوليد الخرسانه؟ استفدت ان انا زودت عدد البلوكات او زودت عدد الفلين اللي انا هشتغل بيها، فبالتالي السقف برضه هيبقى برضه اخف كمان معايا في الشغل اكتر، يعني ما يبقى سوليد بارت 100 سم ولا سوليد بارت 25 سم احسن لك في التنفيذ وفي الاحمال وفي كل حاجه في الديزاين. لا، ان السوليد بارت يبقى 25 سم عشان اقدر استفيد من ميزه الهولو بلوك. هو ميزه الهولو بلوك ان السقف بتاعه بيبقى اخف من البلاطات المصمطه. طب هو يبقى اخف امتى؟ اخف لما انا احاول اخلي نسبه البلوكات في السقف توصل معايا من 30% ل40% من السقف. لما توصل انت معاك النسبه دي هتلاقي فعلا ان انت قادر تستفيد من الهولو بلوك ده. لكن ما ترصش مخدات يمين وشمال ويبقى عندك سوليد بارت كبير، فهتلاقي ان معظم السقف مصبوب خرسانه، وتيجي تطلع على السقف تلاقي شكل الفلين انت شايفه اصلا من كتر الحديد او من كتر الجزء السوليد فيه. لا، البلاطات الهولو بلوك الميزه فيها انك تحاول لما تطلع على السقف تحاول تشوف الفلين بنسبه كبيره جدا في السقف. يبقى انا كده فعلا استغليت الهولو بلوك. والا لو تشتغلها بقى فلات سلاب، يعني ما جاتش مثلا حطيت لك في باكيتين 3 4 5 مكعبات فلين فخلاص، لا. فده كل الفكره، ان انت لما تلاقي نفسك الاجهادات ظبطت معاك هتلاقي، شوف حاجه زي دي فرق بسيط اللي احنا عملناه ده. يعني احنا هنا في الشغل لو انت طلبت خرسانه 25 زي طلبت خرسانه 35 بتلاقي الفروقات ريالات، يعني حاجات لا تذكر يعني، فما هيش رقم. فانت ممكن تبقى شغال تقول له ان انا عايز خرسانه 35، والمصانع هنا يعني برضو ما يعني هتظبط لك الدنيا على الجهد اللي انت عايزه. بس فده كان باختصار مثال كامل كده بسيط. ولو انت اشتغلت زي مثلا اللي هو الاجهادات اللي انت اللي هتقابلك فعلا في الحياه العمليه هتلاقي ان الدنيا ماشيه معاك بكل بساطه ويسر.
بس ده كده الجزء الخاص بالبلاطات الوان واي، وان شاء الله اللي جاي بعد كده هيبقى بلاطات الجزء الخاص بالبلاطات التو واي، نخلصها ان شاء الله. وبعد كده نبدأ بقى ندخل على تصميم الكاميرات المدفونة والكاميرات الساقطة للحمل الكلام ده، سواء كانت البلاطة وان واي او تو واي، وفي نفس الوقت ندخل موضوع الاعمال المزروعة على الكاميرات المدفونة في البلاطات الهورد دي، ازاي نتعامل معاها وازاي احسبها، سواء كنت هشتغلها مثلا اي تابس او هشتغلها مثلا اشيك بايدي بره كده على الكاميرا دي ازاي احسبها. بس شكرا والسلام عليكم.